عادة أنا أشيك التايرات السبير طالع رحلة يعني آلاف الكيلومترات. تفضل. هذا ليش محنجر؟ ما أدري. سويت أوردر أونلاين، هم زين طلع عندهم النوع اللي أريده. محطتنا الثانية اليوم أوفيس ديبو. شنو أوفيس ديبو؟ هذا محل قرطاسية، شغلات مكتبية بكمبيوترات وبطابعات. نحن نغادر هذا البارك الجميل. كافي ملوكي، ستمنى أنا ومنا الازدحام ومنا أنت بإذني. اليوم رح نبدي استعدادات رحلة الصيف اللي جديد على القناة وما يعرف هذا هو بيتي الكربان، وأنا أعيش حياة التنقل، أحاول أشوف كل الولايات والمدن بأمريكا وكندا، وعندي رحلتين أساسية، رحلة الصيف ورحلة الشتاء. بالشتاء ننزل الأماكن الدافية يعني فلوريدا، أريزونا، تكساس، كاليفورنيا، وبالصيف نطلع للشمال، مين، كندا، غرب وشمال غرب الولايات المتحدة. بس عادة بس احنا بفلوريدا تقريبا انتهى موسم الشتاء، مثل ما تشوفون البارك تقريبا بدأ يفرغ، الناس بدأت تهاجر الى الشمال. هذا البارك كان مليان شهر الواحد، شهر الثاني ما تلقى بيه محط رجل. بس سفرتنا راح تكون الى وسط ووسط الغربي وجزء من الشمال، نمر بميشيغان نشوف بعض الاصدقاء، نطلع كندا. فراح تقريبا حنسوق الاف الكيلومترات، وعادة انا من ابدي هيك رحلة طويلة أبدي أسوي عملية نوع من الصيانة البسيطة للكربان، تشيك التايرات، زيت، أشحم، لأن هاي رحلة طويلة وتريد لازم تكون أنت متأكد أنه الكربان مالتك يشتغل بصورة جيدة. وعندي توقف يم ميكانيكي دائما أنا أروح له بالسنة مرتين يسوي الأشياء اللي أنا ما أقدر أسويها. فاليوم راح نشوفكم بعض الشغلات اللي نسويها احنا عادة قبل ما نسافر نبدي السفرة الطويلة. اول شيء راح نسويه نشحم السلايد هذا اللي راح نستخدمه بكثرة. يطب Thank you.
شغله اخرى مهمه قبل ما نطلع على الطريق، لازم اشيك كل التايرات اشوف الضغط مالته، لان هذا اطق لك تاير ترى في الطريق مشكله كارثه. لازم كله يكون 65. What are they supposed to be? 65. But don't forget when we get on the road. What are they supposed to be again? 65. So it's this back one. Are you sure that one's 51? Yeah, I'm gonna check it. هذا راد له شويه هواء. عاده انا اشيك التايرات السبير طالع رحله يعني الاف الكيلومترات. تفضل. هذا ليش معنجر؟ ما ادري. لا يبدو لي امينا. طلعت لنا شغله الاخرى لازم نبدل السبير. هذا مين طلع بيه لاي مكان؟ مرتين متخاف تقول لي ما نخلي هذا لازم تفرغه. اقول لك كل شيء ما يصير عليه. تقول لي لا الا تنزل الهواء مالته. راح نوديه لوالمارت. سويت اوردر اونلاين وهم زين طلع عندهم النوع اللي اريده، فراح اروح اخذ التاير. وسويت ايضا موعد عندهم هنا اوتو سنتر، يعني سيرفيس يسوون مال سيارات تصليح، رغم انه هو والمارت مشهور بانه هي يعني اسواق، لكن ايضا بدوا عندهم يعني صيدليه، عندهم كل شيء بالاحتياط. فراح اخذ التاير واروح للاوتو سنتر مالتهم. ان شاء الله شغله بسيطه. معظم اللي خابرتهم ما عندهم النوع مال التاير، بس والمارت طلع عندهم هذا النوع مال التاير اللي مال عارف. وبالاضافه ذاك والمارت اسعاره مناسبه، يعني تقدرون تشوفون اسعار تبديل الدهن. ها؟ بسرعه راسا سووا لي موعد ما خرج. ما راح ننتظر يعني وقت طويل. يعني شيء على شيء التاير طلع 88 دولار.
تبديل التاير 21 دولار، يعني 100 دولار سبير مضبوط. نال التاير، بس تجربتي مع والمارت ما كانت جيدة. ساعتين انتظار، شوية مخربطين. يعني عمري ما شايف شيء خربطة. أنا بس المفروض كان أطلب منهم التاير وأروح لأي واحد. بس يلا، المهم هسه عندنا تاير زين. سبير زين وجاهز للرحلة. محطتنا الثانية اليوم أوفيس ديبو. شنو أوفيس ديبو؟ هذا محل قرطاسية، شغلات مكتبية بكمبيوترات وبطابعات. أنا جايب الدرايف مالتي، أريد أطبع التأمين مال السيارة، التأمين مال الكرفان، لأن طلع إحنا سفرة طويلة، راح نروح لكندا همينا نعبر حدود، وكذلك اللقاحات، ورقة مال اللقاحات، شهادة اللقاحات مال ملوك الكلب مالتي. أوفيس ديبو هو المكان المناسب لهالشغلات، وهذا الدرايف بيه كل المسائل اللي راح نطبعها. هنشوفها من جوا شنو فيلم. مثل ما تشوفون يعني كل مستلزمات المكتب، طابعات، شريدر، اساس مكتبي. محل لطيف، مو هواية سامعين بي، بس واحد من اللي احب دائما ازوره، تلقى بي كل شيء. What are those? Those are projectors? Yeah, projectors. Oh. You have a meeting or something.
يوم يوم السفر ربطنا وكملنا. راح ننطلق من بالم بيتش في جنوب فلوريدا الى محطتنا الاولى اللي هي مدينه سانت اوغستين شمال فلوريدا. تقريبا الرحله حوالي 500 كيلومتر. نشوفكم هناك. نحن نغادر هذا البارك الجميل. نظرنا بشهر بارك جدا ممتع. بس المدينة اللي نروح إليها جدا جميلة. ساعات بالطريق والحمد لله لحد الآن يعني الطريق زين ما في ازدحامات ولا احتمال نوصل بعد ساعتين. يبدو اني حسدت نفسي لأن اكو لوحات تشير الى اصطدام على الطريق. كافي ملوكي ست منا نوم منا الازدحام ومنا انت ابني. هسه احنا اتباع الازدحام شو كنت لقفنا احنا بعد تقريبا بس يعني 30 كيلومتر عن يعني ما باقين ربع ساعة ونوصل. ها ويلقفك الازدحام ابو الساعة. كافي اني بعد رحلة استغرقت تقريبا 7 ساعات وصلنا الى البارك. بارك لطيف اخر جميل. بس راح نبدي ننصب ونرتب امورنا اليوم نرتاح من وعداء السفر وباكر نستكشف مدينة سانت اوغستين ونشوفكم هناك بالحلقة الاخرى قادمة.